جيت الطوفيس كان في عمر 17 سنين الاحلام طلعت غي اوام في عالم ظلام دابا حسيت بالالام عدفت الالام يا جيت بصاجد بايام الاكس. السلام عليكم العشرين الاخوان الاعزاء المحترمين. فيديو جديد مع اخونا ايوب كديما. سلام بو ايوب. السلام عليكم. المهم هاد الفيديو هذا غادي نهضروا فيه كما كتشوفوا الى سيرفر مونو كونت. انا تشوي معلومات كلشي عرف تقريبا. حنا غادي نقولوا لا داتو فهمتي داكشي اللي معروف وصافي اللي خرجوا في لي ليام بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. مال الاكثريه راه عارفين دابا. انت دابا قال لك سيرفر غادي يخرج ان شاء الله لو 24 اكتوبر ياك اخي سعد. لا في 24 ما بقى والو. في 24 في الشهر 10 واللي غادي يقول لك باش زعما تاكدوا بانه غادي يكون غير مونو كونت غادي يديروا واحد لي ريستريكسيون يعني واحد شي حوايج اللي غادي يمنعوا الانسان باش يتكونيكتا. دابا من لي ريستريكسيون اللي غيديروا هو ان ضروري ما تبقاش تكونيكتا من نفس الاي بي كي اللي غيجي غيقول لك حقا انا ندير في بي ان وهادي وهادي لا ما كافياش حيت كاين هذيك ديال الاي بي خاص ضروري الاوثنتيفيكاتور خاصك تكونيكتا من التليفون خاص الكونت يكون سيرتيفي يعني بلاكارت ناسيونال وداك الشيء وخاص وعاد يكون انت كتعطيك واحد الكود في التليفون باش عاد تكونيكتا. وهادو غير حوايج من حوايج اخرين اللي قال ما بغاوش يذكروهم قال لك باش الانسان المهم ما داوينش عليه بزاف فهمتي ما بغاش يقولوا كاع يتفاداو ديك البلان ديال الملتي كونت ديال الملتي كونت حيت اصلا سيرفر مونو كونت اللي ما عرفتش شنو هي مونو كونت راه هي تلعب كونت واحد فهمتي تتلعب بيه كونت واحد تتسمى مونو باش يشجعوا داك لونتخيد ما بين لي جوار والتعاون مع بعضياتهم. انت ما تقدرش دير بونجون بو ضروري غادي تضطر دير اللي كيتبع بنادم تتفاعل مع بنادم. دابا كتلقى في حيت دابا اغلبيه لي جو ما بقاش هادشي نتاع تكونيكتي 90 بيرسون من غير في اللور لول بعدا ما تقدرش بزاف كاع لي جيم تقريبا تتلعب كونت واحد ويا ربي يا مع الدراري فهمتي باش تخلقها تكونيكتي 8 تقدر تلعب بوحدك فهمتي سير كلشي تقدر تسالي كلشي تسالي جيم هذاك قدرت علاش غتبقى تقول مع راسك علاش انا خدام بكونيكسيون كون غيطلقوا لنا هادشي بلا كونيكسيون هني راس ما كنت تحس براسك بحال لا الروتين وصافي انا لاعب بو هذاك وصافي هذاك الشيء اللي هادشي هما هما بيحاولوا ما طب ما هضروش عليه بزاف. المهم لا دات 24 انا ما بغاوش يقولوا كاع ما بغاش يقولوا كاع داكشي اللي غادي يخليهم ان الانسان زعما ما يقدرش باش ايفيتيو زعما الملتي كونت باش الواحد ما يلقاش كيفاش يكونتري فهمتي ولا راك عارف بنادم ديالنا ضروري غادي يلقى شي طريقه وحنا قلنا لكم بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا. المهم حنا اللي بيقصر معنا مرحبا حيت النهار غيتسلق حتى حنا تلقاونا تما نبداو شي سيري نديرو شي سيري خفيفه تما سيري ديال لايف غيبداو يكونوا ديال لايف ونطلعوا ا زيرو داك الشيء فهمتي يا نحسوا براسنا بحال في الان فير قول 24 نبداو ا زيرو ونديرو شي تيم نيت شي كليكه فهمتي اللي بغى يقصر معنا. المهم مرحبا يخلي البسيدو ديالو باش غيدخل. المهم انا راح ديك الساعه نقصرو ديك الساعه غنبداو بلايف ان شاء الله نجمعو كاملين نخلقوها وصافي داك البوستر وهادشي اللي بينا هادشي علاش حنا كاع درنا هاد لافيديو هاد اللي بغا يجي يقصر معانا وبغا ينشط مرة ماشي غادي نبقاو في عجيم باش نخلقوها صافي كيما دابا نقصرو بحال مثلا شي لايف غادي نحطها في الباج ويدخلو نقصرو بيناتنا فهمتي هذاك الشيء قدو كاع نديرو واحد دابا كانوا يكونوا دي كابا ولا شي حاجة المهم حنا غنشوفو ديك الساعة نخلقوها. يقول لك سعد خدام تيقل بيرزيكر ف سميتو في الدونجون بوفتو يقول لك جولد فيروس في الدونجون طافي وفرحان دايرو بلاش لا والو فرحان ربحت جوان بوفتو راه فرق معايا داك الشيء اللي كاين هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا ومن هنا لتما يكون خير. وما تنساوش التفاعل كلشي ما تنساوش كلشي على لي جيمو. يلاه نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله وسلام عليكم. يلاه السلام عليكم.